قول لي بقى كنت هناك بتعمل ايه؟ الانكار مش هيفيدك. خلاص يا باشا انا ورا على كل حاجه، بس بالتفصيل يا راضي، بالتفصيل. ما كنتش مصدق اي حاجه بسمعها عنه لحد ما شفت بعينيا. شفت ايه؟ نيو كليوباترا بيعالج السمنه باحدث الاجهزه، تجميل يا راضي، من الليزر للفيلر للبوتوكس. والجراحة يا باشا دي لعبته. والدكاترة والمكان على أعلى مستوى. هي أوضة واحدة بس اللي معرفتش أدخلها، بس هدخلها. نيو كليوباترا، الجمال أصله فرعوني.